ايش الاخبار يا وحش؟ وحش اصلي عليك، تفهم انك جيت. دقيقه، من قسط صح هنا؟ ايوه. بعدين جو جو. ايوه لا اضغطها. ايوه جو. تقريبا كم هنسخن؟ يعني ابو 10 دقائق بس تسخن وخلاص، يعني شويتين كذا بس. حط يدك على دي. انا اصعب؟ اي خلاص. يروح الخوف، يجي حاله شعوريه انه يبغى يسال، يمكن احيانا يتطرف يصير يسال عن كل شيء. انت تجاوز خوف السؤال والخجل منه وعرف ان هذا امر طبيعي، يبدا يسال عن كل شيء، يسال ويتطور ويغير من ويبدا يكتشف ويبدا يجرب. طيب اللي يسالهم بدا يعطونا اشياء، بدا يقلدها، ينتقل لمرحله التقليد، يستشير كثيرا، يغير في الوسائل، فينتقل من مرحله التقليد الى مرحله التجريب. ايش مرحله التجريب؟ مرحله التجريب يا كرام هي مرحله تقليد معها اضافات. انت قلت لي 5 اشياء، انا سويت 6، حطيت 1 من عندي. تبدا مرحله التجريب، هذه مرحله التعلم.